برج الناظور على بعد 7 كيلومترات شمال مدينة آسفي، غير مصنف كمعلمة تاريخية. تعرضت أجزاء مهمة منه للهدم بسبب الأحوال الجوية المتردية سنة 2002. من العمران البرتغالي يرجع بناؤه إلى سنة 1510 بهدف مراقبة السفن الوافدة على المدينة. كانت أدراجه هذه تؤدي إلى السطح الذي يمكن من المراقبة المسبقة وإخبار حرس قصر البحر في المدينة بالتأهب في حالة خطر هجوم ما يهدد أمنهم المؤقت الذي لم يدم سوى 40 سنة.